السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وفاتي، وحشتوني وحشتوني جدا. هنتكلم عن موضوع تقريبا قلب السوشيال ميديا، موضوع ليه محمد صلاح ما بيدعمش القضية الفلسطينية. طبعا الكلام كتير في الموضوع ده، وهقول لك الأسباب. يمكن تكون هي دي السبب، أو يمكن يكون في سبب من الأسباب اللي أنا هقولها لك إن هو يكون في سبب منهم. فكل اللي انا هطلبه منك انك انت تجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. من ناحية تانية، قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش انك انت تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. ايه موضوع محمد صلاح وان هو ليه لحد دلوقتي ما دعمش القضية الفلسطينية قدام الصهاينة، وليه دايما او ليه ساديو ماني حطه في خانه الياكو، حط صوره ليه او تويته قديمه لمحمد صلاح كان اياميها، ايام ما كان بيلعب في بازل السويسري، وان هو كان متصور وهو في القدس لما كان بيلاعب فريق من اسرائيل. فبالتالي ساديو ماني حط محمد صلاح في خانه الياكو، ومن ناحيه تانية هو حاطط صوره ليه في ان هو بيدعم فلسطين. هقول لك الموضوع واحده واحده، بس هنتكلم عن الناس اللي طلعت تتكلم في الموضوع ده. في واحد طلع مع في برنامج هاني حتحوت وطلع قال ايه، اسمه محمود ابو الرقا. والله محمود ابو الرقا طلع بيقول انا هقول حاجه والارزاق على الله، انا مش شايف ان محمد صلاح اسطوره وعمره ما هيكون كده، انا شايفه لاعب كويس يصنف من افضل اللعيبه في تاريخ مصر ولكن ليس اسطوره. معنى كلمة أسطورة إن ليه مواقف إيجابية داخل وخارج الملعب تعزز من هويته ومكانه وبلده، وصلاح ملوش أي موقف في قضايا دينه تخلينا نقول عليه إن هو قدوة. لأ، لو هنتكلم واحدة واحدة أنا هقدر أقول لك إن محمد صلاح بيلعب باسم مصر في إنجلترا. تمام؟ محمد النني بيلعب في الأرسنال باسم مصر. في انجلترا برضو باسم مصر زي محمد صلاح. مصطفى محمد بيلعب في فرنسا باسم مصر. اي لاعب مصري بيلعب في اي نادي في اندية اوروبا او اي نادي ايا كان بيلعب باسم مصر. فبالتالي لما يكون في عندك لاعب ان هو وصل ان هو يبقى يتحط من ضمن كريستيانو رونالدو وميسي وهو اللي كان في النص، اذا انت بتمتلك موهبه فذه. انا بتفق مع كلام استاذ محمود ابو الركب وهو بيقول ان هو مش اسطوره. هو لسه ما عملش حاجه ان هو يبين ان هو اسطوره، بس اسطوره كرويه. عمره ما هيوصل للي وصل له محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه كان في وسط الدنيا، كان في مظاهره ما بين بسبب فلسطين واسرائيل، وراح جاي في 2008 في كاس امم افريقيا، راح جاي رافع التيشيرت بتاع منتخب مصر وكان مكتوب تعاطفنا مع غزه. بل وامر كمان ان هو ساعه ما يموت ان التيشيرت ده يدفن معاه. فانت بتتكلم في واحد ليه عقليه وان هو رفض الاحتراف بره وكمل في الاهلي، ومع نفس الوقت اسطوره. ومع نفس الوقت اسطوره ليه؟ بمواقفه. بان هو لحد دلوقتي مفيش حد زعلان من محمد ابو تريكه من الجمهور المصري، ايا كان بقى اهلاوي زملكاوي مش هتلاقي حد بيكره محمد ابو تريكه. محمد صلاح لحد دلوقتي لسه ما عملش اللي يخليه ان هو يبقى اسطوره. اسطوره كرويه، موهبه كرويه. تمام. برضه طلع برضه الاعلامي عمرو اديب اللي هو طلع بيقول الناس كلها شايفاك فخر العرب، وفخر العرب ما يتخلاش عن العرب وهم محتاجينه. انا عارف مشاعرك وقد ايه انت انسان محترم وجواك مشاعر نبيله تجاه اخواننا الفلسطينيين. انت محدش يقدر يعمل لك مشكله، انت قوي ومحبوب وموهوب ومحدش هيزعل ابدا انك واقف جنب اهلك ودينك. انت دلوقتي قدام الاختيار. محمد هذا وقت الكلام، تحدث حتى نراك، ما تخافش يا محمد كلنا جنبك ومعاك. فتخيل انت بقى ان الدنيا كلها، ده انا بقول لك ايه عن مواقف كده حصلت في الاعلام بسبب محمد صلاح. تخيل انت بقى الشعب والسوشيال ميديا والجمهور بيتكلم ازاي عن محمد صلاح. دولت بيحاولوا ان هو يخليه ان هو يتحرك، بس
هرجع واقول منيه لما حط دعم لفلسطين، رياض محرز لما حط دعم لفلسطين، فهم حطوا دعم لفلسطين عشان هم في دوله مسلمه اللي هي السعوديه. رياض محرز بيلعب في اهلي جده، و ومين تاني؟ وساديو ماني بيلعب في النصر السعودي جنب كريستيانو رونالدو. تمام؟ تمام. انما هو الوحيد اللي موجود في وش المدفع في انجلترا. واي واحد مكانه، اي واحد مكانه بيلعب في نادي وعمل حاجه زي كده هيضطر ان هم هيرجعوه تاني. بس المشكله في محمد صلاح ان هو مش لاعب بس في ليفربول في انجلترا، لا ده فاتح مشاريع او فاتح مشاريعه الخاصه في انجلترا. فتخيل انت بقى لما واحد انت ذات نفسك لو مكانه هتفكر الف مره قبل ما تعمل اي حاجه، في ظل ان احنا شايفين ان بريطانيا انجلترا يعني بتدعم القضيه الاسرائيليه اللي هي بتدعم اسرائيل بمعنى الاصح. فتخيل انت، انت لو مكانه هتعمل ايه لما فلوسك كلها وشقه عمرك ولعبك وجماهيرك ودنيتك كلها في انجلترا، ومع ذلك هم حاطين بند اللي هيدعم القضيه الفلسطينيه هيمشي فورا، وفي نفس الوقت احتمال يتحبس كمان 5 سنين. سيبك من ان هو ممكن كان يتحبس عشان هو وراه جمهور كتير، وراه جمهور العرب كلهم في ظهره. بس لو هنتكلم كأنت مكانه انت هتفكر الف مرة، انا واحد من الناس هفكر الف مرة. بس في نفس الوقت يا اما اسيب كل ده وادعم القضية الفلسطينية واكون خسرت كل حاجة، يا اما اخد موقفي زي موقف محمد صلاح في الدوري الانجليزي او في ليفربول. هو ده مجمل كلامي، وهرجع واقولها لك. ساديو ماني ورياض محرز او اي افريقي او اي لاعب عربي لو دعم القضية الفلسطينية فهو جوه دولة مسلمة، جوه دولة بتكره اسرائيل. انما لو هتيجي تتكلم، هتيجي تقول لي مثلا ما انت عندك مصطفى محمد كمان دعم القضية الفلسطينية، هرجع واقول لك مصطفى محمد لسه ما عملش حاجة. مصطفى محمد لو رجعوه هو بالنسبة له عادي، عادي انا لسه ما عملتش اي حاجة، واللي خلاني ان انا اوصل لفرنسا هيخليني ان انا اوصل لاي نادي في العالم. بس محمد صلاح خلاص وصل لمرحله ان هو بقول لك استثمر فلوسه، بيستثمر فلوسه في مشاريع في انجلترا. ومفيش حد في الدنيا كان حاطط في دماغه ان فلسطين هتعمل حركه زي كده. بس هو ده كل كلامي. انت عندك حاجه ثانيه عرفها لي في الكومنتات. تمام؟ طبعا انا طبعا وصلت لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصريه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.